هاي اختفيت عنكم 4 ايام، مريت ب4 ايام جد جد حفلين. ف انا متاكد لو تعرف شو صار معي بهال4 ايام حتسامحوني. يا للهول قاعدين ناكل اكل كثير خطير حاليا. ابو الحمايده اخطر من الاكل. ويلكم تو اربد. اصح على حليف اربد. يا الله ذبحتنا يا حمايده. اخوي انت معزومه. كفي يا زلمه خلص شبعنا. اخوي اسلخ صحه وعافيه. بهاد مش اعلان بس هذا المطعم كثير خطير. هو في اربد والاكل كثير زاكي، اسعاره كثير في متناول اليد، فاي حد بيقدر يجربه هي صفحتهم.